أخذت بنتها وراحت تعيش في فرنسا بعد انفصالها عن زوجها، وحاولت قدر الإمكان تحافظ على بنتها من المجتمع المنفتح اللي حولها. لكن بيوم وليلة تفاجأت الأم بنتها المتدينة أخلاقها تغيرت جذرياً، وكانت صدمتها الأكبر لما كشفت فعلة بنتها الغير متوقعة. أنا عمر الساهي وهذا برنامج قصتنا، خلوا لايك للفيديو وتعال أحكيكم. هلا يا بشونكم. قصتنا تبلش اليوم ويا أم لينا. تقول أم لينا: أنا تزوجت وسافرت الفرنسا ويا زوجي وأنجبت بنتي لينا، وبعدها صار خلاف بيني وبين زوجي بفرنسا وانفصلت عنه. من بعدها ظلت بنتي عندي وأبوها راح تركنا وراح تزوج وصار ما يهتم ببنته ولا يسأل عليها، فقط يدفع نفقتها. بعدها تقول أم لينا: تزوجت شخص من نفس بلدي كان عايش بفرنسا، وأنجبت منه أولاد اثنين وعشنا سوية أنا وياه وبنتي وأولادي الاثنين. تقول أم لينا: أنا الحمد لله إنسانة جدا ملتزمة دينيا رغم تواجدي بأكثر بلد منفتح اللي هو فرنسا. ربيت أولادي على الالتزام والحشمة، وبالأخص بنتي لأن هي اللي كانت أكبرهم، لكن هي للأسف اللي صدمتني صدمة عمري. ربيتها على الصدقة والصيام وعلمتها الحلال والحرام بكل تفاصيله، وربيتها على كل عاداتنا وتقاليدنا، وحاولت قدر الإمكان ما أخليها تتأثر بالأجواء المحيطة بها. وكانت لينا جدا بارة بيها وجدا مطيعة، وكانت دائما تساعدني بأعمال البيت. كان ينضرب بيها المثل بالخلق والدين، والكل كان يحسدني عليها. وسجلتها بمدرسة تحفيظ القرآن لما كانت طفلة، حفظت القرآن وصارت تصوم كل اثنين وخميس مو فقط رمضان. تقول أم لينا: كنت دائما أحاول أسايس بنتي لينا، ولما عبرت العشر سنين صرت كأنه صديقة إلها، بحيث هي برغبتها وبدون ما أنا أطلب منها إجت علي بيوم قالت لي: ماما أنا أريد أتحجب. وأنا بلحظتها كلش فرحت بيها، وبيومها كان عمرها 15 سنة لو 14 سنة. تقول: كلش طرت بيها من الفرح لأن حسيت اللي زرعته بيها بدأ يثمر. وكانوا أقاربي اللي ظلوا عايشين ببلدنا دائما يقولوا لي لما يحكون وياي: أنت صعب تربون أولادكم بأوروبا. لكن تقول: أنا دائما كنت أقول لهم: لا أنت كلش غلطانين، أنا أولادي قدرت بأوروبا أربيهم وأصلحهم. كنت دائما بيني وبين نفسي أقول: ما دام أنا ربيت بنتي وأولادي على الشيء الصح، مستحيل أوروبا تقدر تفسد اللي بنيته. لكن تقول أم لينا: أتمنى تسمعون قصتي للنهاية وتشوفون اللي صار، لأن بصراحة شيء ما يستوعب العقل. تقول: لما كبرت بنتي لينا شوي قالت لي: أنا أريد أروح وأشوف أبويا، أريد أحس عندي أب، ما أريد أظل عايشة فقط ويا زوجي الأم. بلحظتها تقول: أنا ما عرضتها وقلت لها: من حقك، وأبوش ساكن قريب علينا، تقدرين تروحين تتعرفين عليه وتكونين قريبة عليه، وأنا ما عندي أي مانع. رغم تقول أم لينا: أنا ووالدها على انقطاع تام، ماكو بيناتنا أي تواصل، لكن هذه صلة رحم وأنا كلش أخاف من رب العالمين وما أريد أقطع صلة الرحم هاي، وكلش فرحت لبنتي. المهم تقول بيوم اجت بنتي لينا قالت لي: ماما انا اليوم رايحه ازور والدي. قلت لها: ايه حلو، زين حكيتي وياه بلغتي؟ قالت لي: ايه حكيت وياه وبلغته. قلت لها: اوكي تمام، روحي له ماكو اي مشكله. وراحت لابوها ورجعت لي بنفس اليوم وكانت طايره من الفرح. وبعد فتره اجت علي بنتي قالت لي: ماما انا قررت كل نهايه اسبوع اروح اقضي يوم كامل عند والدي وارجع ثاني يوم. وايضا وافقت وما عرضتها، بالعكس كلش فرحت لها لان رجعت علاقتها بابوها قويه. لكن بيوم من الايام اكتشفت عن طريق الصدفه بنتي مادت روح لابوها، واكتشفت انه علاقتها من زمان مقطوعه بابوها وما رايحت له غير لو مرتين لو ثلاثه. بلحظتها تقول ام لينا: جن جنوني وقررت اراقبها بدون ما تحس، اريد اعرف بنتي وين تروح ووين تقضي يوم الجمعه بالكامل لحد ثاني يوم السبت. وبالفعل راقبتها وشفت بنتي راحت المنطقه غير منطقه ابوها ودخلت البيت ما نعرفه. ولما تحريت اكثر عن الموضوع كانت صدمتي الاولى ببنتي، اكتشفت انه بنتي مرتبطه بشاب فرنسي وكل نهايه اسبوع تروح تقضي يوم كامل عنده. تقول ام لينا: ما تتخيلون شعوري بيومها، حسيت وكانه وقعت من سابع سما على الارض. مستحيل يا ناس، انا بنتي متربيه واحلف عليها مستحيل ترتكب هاي الغلطه. المهم تقول رحت ودقيت الباب واخذت بنتي من هذا البيت ورجعت لبيتنا، ومنها راح تبلش اكبر صدمات حياتي ببنتي. تقول لما رجعنا حاولت جهد الامكان اتمالك اعصابي واعاتبها وقلت لها: يا بنتي ليش هيك تسوين؟ لكن تقول ما قدرت اتمالك الغضب اللي بداخلي وانفجرت عليها وصرخت بوجهها وكنت ابكي ومنهاره، وهي كان ردها الي نصه مريح ونصه صدمني. بالاول قالت لي: ماما انا اعتذر، اترجاش سامحيني واني غلطت، ومن هذا الكلام. وبعدها صدمتني وقالت لي: كل شي تريدين اسوي لك بس اترجاش لا تحرميني من حبيبي. تقول ام لينا: انا حاولت قدر الامكان اهدئ نفسي وحكيت وياها باسلوب هادئ وقلت لها: يا بنتي انت بعد عمرك 16 سنه،
وهذا عمرك ما يسمح لك ترتبطين ولا حتى تتزوجين، واساسا هذا الشخص مو مسلم، يعني شرعا ما يصح تتزوجي. تقول هي ظلت تقول لي ها راح يسلم الخاطري وهو يحبني، وظلت تحكي لي كلام مو منطقي، وظلينا انا وياها طول اليوم على مشاكل. ولما شافتني معصبه وقافله على الموضوع قالت لي بالحرف الواحد انت متخلفه، ولما شافتني انهاريت عليها قالت لي سوي اللي يعجبك واني اتحداك ما تقدرين تمدين ايدك علي، وراحت مباشره واتصلت على الشرطه وقالت لهم امي تعنفني، وهذه التهمه بفرنسا كلش خطيره. وعلى اثرها اخذوني الشرطه وحققوا وياي وكتبوني تعهد، خلوني اتعهد انه ما امنع بنتي من اي شيء تريده وما اتدخل نهائيا بحياتها الشخصيه، ولان عندي اولاد صغار افرجوا عني. لكن تقول انا بيومها كنت مصدومه جدا من فعل بنتي، كنت اعرف انه بالمدرسه يعلمون الاطفال انه هم لهم حقوق والاهل ما يقدرون يتدخلون بحياتهم، لكن كنت كلش واثقه من بنتي ومن تربيتها وما توقعت ياثرون عليها بهذا الشكل. المهم تقول رجعنا على البيت وبعد يومين بنتي سوت شيء مستحيل بنت متربيه تسوي. تقول ام لينا انا كنت طالعه للشغل والاولاد كانوا بالمدرسه ولينا كانت وحدها بالبيت، وبعد انتهاء الدوام انا رحت واخذت الاولاد من المدرسه ورجعنا للبيت، ولما دخلت سمعت اصوات غريبه بغرفه بنتي خلتني ما اعرف شلون اتصرف. تقربت بهدوء لحد باب غرفتها وخليت اذني على الباب حتى اتصنت، وانصدمت لما سمعت صوت احد غريب عند بنتي بالغرفه. تقول ام لينا مباشره دفعت الباب ودخلت عليهم، لقيت بنتي جايبه حبيبها للبيت وقاعدين ياكلون ويسولفون ولا كانه صاير شيء. بلحظتها تقول انفجرت عليهم من كل عقلي، واللي صدمني اكثر بنتي كانت ولا مهتمه وقالت لي لا تصيحين انا عزمت حبيبي على الغداء واني ما اسمح لك تمنعيني، ولا تنسين انت كتبتي تعهد على نفسك انه انت ما تتدخلين بحياتي. تقول بلحظتها عصبتني كلش من كلامها وطردت حبيبها الفرنسي من البيت، وبنفس اليوم رجعت بنتي واتصلت على الشرطه ورجعنا انا وياها للمركز. وهاي المره قبل لا ندخل وقبل لا يحققون ويانا قلت لها البنت لينا اسمعيني زين، هذه اخر فرصه الك، اما ترجعين لاخلاقك والصوابك ولدينك اما تنسيني. تقول كان جوابها الي ما راح اسمح لك تقيديني ولا راح ارجع وياك، وانا راح اروح وانضم للسوسيال. واللي ما يعرف شنو السوسيال هي دائرة تهتم بالأمور الاجتماعية وتحمي الأطفال من أهلهم إذا كانوا معنفين، وإذا الابن اشتكى على أهله السوسيال يسحبون الابن ويأخذوه من أهله ويمنعوهم يتدخلون بشؤونه. المهم تقول دونوا أقوالها مباشرة وقالوا لي بنتك راح تروح وتعيش بدور مخصصة للصبيان عند السوسيال وبعد ما ترجع لك. تقول لينا أنا باوعت بعيون بنتي وكنت مصدومة وكأنه مو بنتي هاي اللي ربيتها، وقلت لهم سووا اللي تريدوه من اليوم هذه لا بنتي ولا أريد أعرفها. وطلعت من المركز واتصلت على أبوها، وهذه كانت أول مرة أحكي ويا أبوها بعد انفصالي عنه، وقلت له أترجاك أبو لينا الحق بنتك لأن بنتك راح تضيع. لكن تقول كان جوابه إلي أنتوا حلوا الموضوع بيناتكم أنا ما أتدخل. تقول رجعت على البيت وأنا عيوني تصب دموع منهارة ومكسورة، وقعدت أصلي وأدعي يا رب تهديها، ومو مستوعبة فكرة بنتي اللي أنا ربيتها 15 سنة ضاعت مني. المهم تقول ثاني يوم اتصلت علي موظفة من السوسيال قالت لي احنا بحثنا بملفك وشفنا انه ملفك نظيف وما عندك سوابق بالعنف ضد الاطفال، وقالت لي راح نعطيك فرصه ونخلي بنتك ترجع لك لكن لازم تتقبليها مثل ما هي. قلت لها يعني شلون؟ قالت لي يعني بنتك عندها حبيب فخليها تاخذ راحتها وتطلع وياه. قلت لها اسمعيني زين بنتي صغيره وما تعرف شيء. قالت لي لا بنتك عمرها 16 سنه وواعيه ومن حقها تطلع ويا حبيبها وتسوي اي شيء يعجبها وانت ما تمنعيها. قلت لها بس هذا الشيء عندنا بديننا مرفوض. قالت لي انتم مو ببلدكم، انتم فرنسا بلد الحريه والديمقراطيه، والبنت مو ملزمه تتزوج يلا تطلع ويا حبيبها، لازم تنطيها حريتها. قول ام لينا اني لما ايست منها قلت لها اني ما اقبل بهذا الموضوع، خليها تضل عندكم وتسوي اللي يعجبها، وكنت متوقعه هذه اخر صدمات حياتي، لكن كانت الصدمه الاخيره هي الاكبر. بعد ما خسرت بنتي واخذوها مني وغيروها فكريا صفنت على اولادي الصغار اللي بقوا وقلت هذول شلون راح اربيهم. ابوهم كان دائما يقول لي خلينا نرجع لبلدنا ونربي اولادنا، لكن انا كنت معارضه وكنت واثقه من تربيتي. لكن بعد اللي صار ويا بنتي قال لي زوجي ها هسه شنو رايك؟ تقول قلت له فعلا كلامك صحيح خلينا نرجع لبلدنا. وبعد فترة رجعنا أني وأولادي وزوجي لبلدنا وتركت بنتي في فرنسا. ظليت سنة كاملة مثل المجنونة ومنهارة نفسيا بسبب اللي صار لي. وبعد السنة تفاجأت بيوم بنتي لينا تتصل علي وتعتذر مني وتريد ترجع. ولما حققت وياها وظليت أسألها صدمتني باللي مسويته. تقول أم لينا يا ناس بنتي متزوجة حبيبها الفرنسي لا على القانون الفرنسي ولا على طريقة زواجنا الشرعي، واللي تحب نفهمها أنه بعد ما يتزوجون هو راح يسلم
مواعدها بهذا الشيء، لكن بعد ما متزوجين ظال على وضعه وما دخل الإسلام ومتغير عليها وصاير يعاملها أسوأ معاملة. لا، والكارثة الأكبر منفصل عنها وطاردها من البيت وما منطيها أي حقوق، لأن أساسا كان زواجهم مو قانوني. يقول أم لينا: أنا لما سمعت هذا الكلام من بنتي قلت لها أنت اختاريتي هذا الطريق وظلي عايشة بحرية وديمقراطية مثل ما ردتي، أني ما أريد أشوفك ولا أريدك ترجعي لي، وأنت بالنسبة إلي ميتة. تقول مباشرة سديت الخط وبعد ما جاوب عليها. تقول أم لينا: الأم اللي مفكرة أنه هي بهيج بيئة تقدر تربي أولادها صح هي جدا غلطانة. أنا كنت متربية ومتدينة ومتمكنة، لكن ما قدرت أسيطر على بنتي. دول الغرب الحكومة والسوسيال كلهم ويا الأبناء، وما يقدرون الأهل يسوون كل شيء لأبنائهم. مهما كانت بلادنا العربية بعضها اقتصادها ضعيف، لكن مشروعنا الأكبر بها راح ينجح، واللي هو تربية أولادنا على الطريقة الصحيحة. واللي قدروا يربون أولادهم بدول الغرب بطريقة صحيحة جدا معدودين، أو يمكن لحد الآن ما أجاهم السرع، أو أولادهم دي يسوون تصرفات مو حلوة لكن ضامين عليهم. قول أم لينا: نصيحتي لكل أم وأب، لا ترمون أولادكم ببلد ما يخليكم تربوهم تربية صحيحة. وأني حاب أوجه كلمة لأم لينا لأنها راح تشاهد الحلقة وتقرأ التعليقات. الله يكون بعونك، اللي عشتيه صعب أحد يتحمله، وأني منطيك الحق بكل شي تقولي، لكن حاولي تنطين لبنتك فرصة ثانية حتى لو غلطت، لكن هي بالتالي ما لها غيرك. اكسبي بيها أجر وحاولي تلمين ما تبقى من بنتك وترجعيها، حتى لو بعد ما رجعت عاشت يمك ما تزوجت وظلت قاعدة بالبيت، مجرد بقائها يمك أفضل ما تقضي حياتها الباقية بضياع. أما متابعين الغالين، أنا راح أترك التعليق لكم، انتوا ايضا اكتبوا رأيكم حسب وجهة نظركم، واكيد كل الاراء محترمة حتى لو اختلفت. لهنا وصلنا لنهاية حلقتنا، لا تنسون الاعجاب والاشتراك بالقناة، وتابعونا على قناة سامراء الفضائية وعلى فيسبوك ويوتيوب، وهذه حساباتي تقدرون من خلالها تتواصلون وياي وترسلوا لي قصصكم. لحين ما نلتقي مرة ثانية اشوفكم على خير، في امان الله.